هنا من مدينة برشيد من الملعب البلدي، حيث ستنطلق بعد لحظات أولى لقاءات دور ثمن نهائي كاس العرش، مباراة مهمة ستجمع بين شباب السوالم الرياضي الذي يستقبل فريق يوسفية برشيد. الفريقان معا يتطلعان اليوم من أجل تحقيق لهم هو تجاوز هذا الدور والبحث عن تأشيرة المرور لدور ربع النهائي، وبذلك أهمية المقابلة تأتي في ظرفية مهمة من شأن بالنسبة للطرفان معا، سواء فريق شباب السوالم الرياضي وكذلك فريق يوسفية برشيد، في ظل النتائج التي يحققها الطرفان معا على مستوى البطولة الوطنية. فرصة البداية من جانب فريق الأصفر، فريق شباب السوالم الرياضي، فريق الذي يستقبل في هذه المباراة. الدائرة الأيسر لفريق يوسفية برشيد، الخطأ يرتكب على عبد الواحد حسي. حسن الحوار، شاهدت كرة بينية، الانطلاق من جانب عبد الواحد حسي بن الحمصاوي، وفي الجهة المقابلة عمر إسماني يتوليان مع فرصة 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 خطأ، خطأ مكلف، خطأ مكلف من شباب السوالم الرياضي لم يستغل من سفيان سعدان الغير محظوظ لاعب الكرة بهذا الشكل، ترتطم بالقائم الأيسر لمرمى الحارس خالد العاري. ثابتة مادام تغيب النشعة هجومية، مادام تغيب الفرص لشباب السوالم، تسديدة ولبعد من جانب خط سفيان مشختر البينية، فرصة 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 في الخطورة، وخروج الحارس خالد العاري الكبيري مع وجود المقبلة. مشات لشباب السوالم الرياضي أصمام بطريقة جميلة. إذا إصابة لاعب فريق شباب السوالم سلبات، ياسين وكيلي يطلب من الطاقم الطبي أن يتدخل مساعدين. كرة مرفوعة بينية، خروج الحارس، فرصة 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 في الخطورة لكن تغطية دفاعية قوى سربحت عن راسية. كرة مرفوعة أمامية، خروج الحارس خالد عبر عماد الرياحي، العرضية القيم الثاني، مرت محاذية جانبية، غادرت حسب إشارة سوالم هذا البينية. سعدان استلم، ودوران من جانب سعدان الذي يتحصن على مخالفة لفريق يظهر بعد التسرع. هذه البينية انطلاقة، فرصة 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 ثلاثة فرصة، هدف لكن هناك راية وتسلل يشير الحكم المساعد. الحكم يرفع الراية، سيعود يتأكد من اللقطة هل كان فيها تسلل، هل كان متقدما لاعب فريق يوسفية برشيد على مستوى اللقطة. بعدما استفاد كريم الهاشمي وبعدما حضر الكرة على مستوى الجهة اليسرى، تستغل من عبد الواحد. اعتماد على تقنية الخط الافتراضي للتسلل لتقديم الصورة بالتدقيق. إذا هل هو هدف؟ هل هو هدف؟ إذا يظهر فيها شك. الحكم يقول تسلل، بالفعل يقول هناك تسلل حكم المباراة. إذا تقنية الخط الافتراضي كما قلت هي في الصورة، قد تظهر لك وقد تظهر لي بأن برشيد حدقة 71 ثم الثاني. هذه محاولة راسية، المتابعة فتحي جمان وصلت عبر من تغادر الملعب للرمية الجانبية لفائدة فريق يوسفية برشيد. وضعية تسلل على سعدان، يشير حكم المباراة. قلت بر دقيقة من نهاية الوقت الراسي والطبيعي. الخطأ يرتكب من عبد الله الطراوري. لمحمد الطاهري، عملية تنفيذ، شوطة طويلة والارتقاء من خالد العلوي الكبيري. يليه رضوان، هذه تسديدة مرت جانبا بسلام على مرمى الحارس صلاح الدين شهاب. قلت يليه رضوان الحامر ب 16 لقب، عبد اللطيف شريندو 18 لقب، ورضوان الحامر 16 لقب، كان اطراف او عبر الكرات البينيه كواشل من خلال هذه الكره. فرصه خروج الحارس صلاح الدين شهاب. شهاب بسرعه تنفيذ ياسين فتي جمان، تقدم من طرف عبد الواحد حسي وخطا لفائده فريق يوسفية برشيد. خلف الكرات الثابته، الاعتماد عليها هنا، الارتقاء من خالد العلوي الكبيري. يصاب على اثر ذلك خالد العلوي الكبيري. محاولة تقدم الكرة البينية طريقة جميلة، فرصة العرضية، والهدف يرفضه الحكم بداعي وجود تسلل. يا فرحة ما تمت لسفيان هاريث بعد تيكي تاكا لشباب السوالم الرياضي. سننتظر القرار من جديد من جانب الحكم هذه اللقطة. تسلل شات من الاشياء اليمنى، بحث عن العرضيه، الحكم يطلب مواصلة اللعب. هاشمي انطلق كريم، في الخطورة في الخطورة في الخطورة، فرصة فرصة فرصة، ضاعت ببشاعة على فريق يوسفية برشيد. صبت الحكم سمير القزاز. يوني تفاصيل الجولة الأولى بلا غالبين ولا مغلوب، تعادل السلبي 0 مقابل 0 لشباب السوالم من وسط الميدان. فتحي آيت أحمد في أول كرة يصاب فتاح آيت أحمد، الحق عبر فتاح آيت أحمد، فتاح العرضية من جانب فتاح والتغطية دفاعية، ما يقال عنه يقال على سعدان. مشات فيها جهة اليمنى زكر الكياني، تغطية دفاعية والحكم يمنح التماس لفائدة فريق فتاح آيت أحمد. تسديدة جميلة من فتاح ومتابعة من خالد العلوي الكبيري، جرب البديل أن يسدد من بعيد فتح آيت أحمد. فتي جمان البينية، متابعة كريم الهاشمي يغطي الأدوار الدفاعية. فرصة في الخطورة، فرصة، فرصة الهدف الأول ضاعت، أخطر وأبرز وأجمل فرصة لفريق شباب السوالم. وجدت الحارس صلاح الدين شهاب الذي تألق، تدى الكرة وتمشي لفتح آيت أحمد. الحكم يمنح المخالفة لفائدة فتح آيت أحمد. بطاقة صفراء في وجه سعدان، يعني ما حصل في الجولة الأولى من توقفات. هذه مشات أمامية، فرصة العرضية، مطالبة بركلة جزاء والحكم يقول ماذا يقول؟ ركلة جزاء. الحكم يشير بوجود ركلة جزاء لفائدة فريق شباب السوالم. تحضير الكرة انطلاق قبل الكروي، كيف سيتم تنفيذ هراس؟ جول 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 جول، سفيان هاريث، سفيان هاريث يكسر جمود التعادل السلبي الذي دار في الجولة الأولى وفي الجولة الثانية. هنا فرحة من جانب أنصار فريق شباب السوالم، تنفيذ الكرة كان بذكاء، لعبت على يسار، استغلال الكرة بجانب بقية الرسمة راسية، جول 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 جول. كريم الهاشمي كان كريما من فريق يوسفية برشيد بعد الهدف الأول في حدود دقيقة 70 من سفيان هاريث من نقطة جزاء. يعدل كريم الهاشمي في حدود دقيقة 72.